معلش كان في مشكلة في الصوت بس. طيب احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنتكلم النهارده على المشكلة بتاعت الكوفيد اسوشيتد ميوكورمايكوزيس، وده موضوع مهم جدا جدا ان كلنا نبقى عارفينه. الفانجل تاكسونومي او تقسيمه الفانجاي بتتقسم بالطريقه البسيطه اللي احنا دايما نقولها الى ثلاث حاجات، اللي هي الفانجاي اللي هي مدوره او اللي هي اليس اللي اشهرها الكانيدا البيكنز، الفانجاي اللي هي عامله زي الشعريه او الضفاير اللي هي الاسبرجيلس او المول اللي هي المولد اللي منها الاسبرجيلس والميوكور، والدايمورفيك فانجاي او اللي ليها اثنين شكل، بتبقى في التيشوز بتبان على انها ييست، وبتبقى في السويل بتبان على انها مولد. طيب الفانجل تاكسونومي، احنا قلنا الييست في فانجاي اللي هي بتبقى يوني سيلولار ومدوره، كانديدا وكريبتوكوكس ده اشهر حاجه اللي ممكن الدكاتره يتعاملوا فيها. النوع الثاني اللي هو المولد او الفيلامنتس اللي هو زي الشعر، اللي هي مالتي سيلولار اللي اشهرها الاسبرجيلس والايجنتس اوف ميوكورمايكوزيس. الحاجة الثالثة اللي هي الدايمورفيك فانجاي واللي قلنا اللي ليها شكلين. طيب دي السكيما اوف فانجاي انكاونترد اميون كومبرومايزد بيشنتس. كل اللي فات ده مقدمة قلناها مليون مرة، تعال نشوف الحتة دي. احنا عندنا الفانجاي يا اما ييست اللي هي زي الكانديدا والكريبتوكوكس واخواتهم، يا اما مولد اللي احنا قلنا ان هم زي الشعرية. اهم حاجة التفرقة بينهم اللي هي هل هم سبتيتد ولا ايه سبتيتد، يعني ايه؟ هنشوف صورة كمان شوية، بس سبتيتد يعني مضلعة متقسمة، المولد متقسمة حتت، وهنشوف الصورة ازاي. المولد اللي مش متقسمة او ايه سبتيتد اللي هي زايجومايسيتس، دي اللي منها الميكوراليس اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، اللي هي منهم الاورجانيزمز بتاعتهم الرايزوبس وميوكور واخرين. انما السبتيتد او المتقسمين او اللي فيهم سبتا، دي اللي منها الهايلاين مولدز والديميتيشيس مولد. الديميتيشيس مولدز دي اللي هي المولدز اللي ليها الوان، وهي دي هي دي الفطر الاسود الحقيقي، لكن احنا الميوكورمايكوزيس مش لونه اسود، لكن الفطر الاسود ده اللي هو اشهر حاجه بنشوفها في عيانين بتوع اللوكيميا والبون مارو ترانسبلانت، اللي هو الفطر اللي عنده ميلانين، بس هو ميس نومر ان احنا بنقول على ميوكور الفطر الاسود، لكن ده اللي الناس عارفاه دلوقتي. الهايلاين مولدز منها الهايلاين سبتيتد مولدز اللي هي زي الاسبرجيلس وفوزيريوم واخواتهم، الدرماتوفايتس اللي هي المولدز اللي بتعيش على سطح الجلد بتاع دكاتره الجلديه، والدايمورفيك مولدز اللي هي ليها شكلين اللي هي هيستو كوكسيو بلاستو، ودي لينا قصه معاها بعدين عشان ما اضيعش وقتكم. طيب الاسبرجيلس هنا دي حاجه مهمه، الاسبرجيلس هنا في حاطط صوره بتاعت الفانجل اليمنتس بتاعت الاسبرجيلوزز، تمام؟ هنا الفانجل اليمنتس انا حاطط لك عشان تشوف يعني ايه سبتيتد. كلمه سبتيتد يعني مضلعه، زي ما هنا واضح ان في شرط 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 على ال 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 الفانجاي، تمام؟ هتلاقي ان شكلها عامل زي القصب، يعني القصب ازاي؟ ان القصب بتلاقيه حتت حتت حتت، فهنا الاسبرجيلس واضح ان هو سبتيتد. علاقه الاسبرجيلس معانا في الميوكور اللي هو ايه؟ الكوفيد اسوشيتد بالموري اسبرجيلوزز، الانتيتي الجديده اللي سمعناها السنه اللي فاتت او الكابا، لكن مش ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. انا قلته علشان الناس ما تتلخبطش، احنا جايين نتكلم على الميوكورمايكوزيس. الميوكورمايكوزيس اللي هو بيبقى برود، يعني ايه برود؟ يعني اذا كان الاسبرجيلس ليها حجم، ده الحجم بتاعه بدون دخول في تفاصيل بيكون اكبر. يبقى اول حاجه تفرق ايه عن الاسبرجيلس؟ اكبر، بتبرانش ات وايد انجل، اللي فات دي بتبرانش ات اكيوت انجل، وعلشان ما ننساش دايما انا بقول اسبرجيلس بالاي برانش ات اكيوت انجل، الاي مع الاي كده عمرنا ما هننساها. ايه اهميه الصوره دي؟ هنقول بعدين. يبقى اذا الميوكورمايكوزيس برود وايد انجل برانشنج اسبتيتد فانجل هايفي. هنا التفرقه دي مهمه جدا. ليه التفرقه دي مهمه؟ لان انا لو دكتور بشتغل زرع كلى مثلا وجالي
وعيان عنده lung worsening condition وخدت بايوبسي، انا لو ما غلطت ونسيت ابعت مزرعه هكون النتيجه ان انا عندي تيشو. فبقول للدكتور الباثولوجي يا دكتور الباثولوجي انت شايف ايه؟ بيقول لك انا شايف فانجاي. هتقول له ييست ولا مولد، يعني مدور ولا زي الشعريه فيلامنتس؟ هيقول لك لا مولد. هتساله سؤال برانشينج ات اكيوت انجل زي ما انا حاطط لك الانجل دي ولا ات رايت انجل او اوبتيوس انجل؟ قال لك لا ات رايت انجل، يبقى ده ميوكور والعلاج بتاعه كومبليتلي ديفرنت. لو قال لك برانش ات اكيوت انجل زي ما احنا شايفين يبقى ده اسبرجيلس، وزي ما احنا شايفين هنا برضو الاسبرجيلس رفيع مسلوع انما الميوكور تخين، يبقى الميوكور تخين ومفيش سبتة يعني مش مضلع، لكن ده زي ما انت شايف ان هو مضلع زي القصب، يبقى الاسبرجيلس سبتيتد ورفيع واكيوت انجل. تاني ايه أهمية الكلام ده؟ واحد عنده فانجل ساينوسايتس، المفروض دكتور الاي ان تي بيبعت عينتين، عينة على فورمالين علشان تروح الباثولوجي وعينة على سالين علشان تروح معمل المايكرو. يبقى دي قاعدة دايما في كل الشغل بتاعنا، انت دكتور انفكشن ديزيز بطنة جراحة ايا كان هتعمل حاجة معروفة. ايه الحاجة المعروفة؟ ان احنا هنيجي هنقول للدكتور من فضلك ابعت عينتين، عينه تبقى باثولوجي وعينه تبقى مايكرو. الباثولوجي على فورمالين، المايكرو على سالاين. لقيت قال لك في فانجاي في مولد، يبقى لازم تقول له يا دكتور من فضلك دي اسبرجيلس ولا ميوكرو، وقلنا الايه التفرقه بتاعها. طيب الصوره دي بتاعه سبيوتم بتاع عيان كان عندي الاسبوع اللي فات ليفر ترانسبلانت، وبشكر دكتوره ايمان الخولي بعتالي الصوره، وزي ما انتم شايفين الفطر بيبقى شكله جميل جدا جميل جدا بديع جدا، لكن الفطر ده بياكل نص مخ البني ادم في ساعات. يبقى اذا ده منظر الرايسوبس بتاع الميوكورمايكوزس، لكن دي مش جوه التيشو، دي بره في الايه في الكالتشر. يبقى بره في الكالتشر بيبقى شكله الشكل الجميل ده. دكتوره ميرفت جابر بعتت لنا العينه دي الصورة دي علشان نخاطر ناخد درس تاني. ايه هو؟ How fast it can grow. يبقى انا لما عارف لما باجي ابعت مزرعة بكتيريا باجي تاني يوم اسأل هي زرعت ولا لا. العيان ده عملنا العملية بتاعته فجر يوم وقفة العيد الصغير، لقينا يوم العيد الكبير يوم العيد الصغير اليوم في اول يوم العيد الساعة 8 الصبح المعمل بيقول لنا الحق دي زرعت، وشايفين زرعت قد ايه. تخيل سرعة الفانجس ده. يبقى اذا لما يجي عيان تقول ده ميوكورمايكوزس يبقى مفيش حاجة اسمها انا هشوفه بكرة، لا، انا في حد اتصل بيا في يوم الجمعة كنت في النادي قال لي انا عندي عيان ميوكورمايكوزس، قلت له انا 10 دقايق وابقى عندك، وانا داخل المستشفى قالوا لي انت مين، انت جاي من ايه، ده ايه منظرك، ايه واحد جاي من النادي. لان انا عايز افهمك بالحكاية اللي ملهاش لازمة دي ايه، ان ميوكورمايكوزس is an emergency. يبقى انا لما كنت فالو انفكشس ديزيزز كانوا بيقولوا لنا مفيش حاجه هتجيب دكتور الانفكشس ديزيزز بالليل غير ثلاث حاجات بس، واحده منها الميوكورمايكوزس، غير كده عمرك ما هتيجي بالليل، انت هتعمل شغلك وتمشي. يبقى كل الكلام ده ليه؟ عايز افهمك ان هو ايمرجنسي، لان حاجه زي كده بتتضاعف في دقائق ما ينفعش تستنى عليها. يبقى لما يجي واحد يعمل كونسلتيشن لدكتور انفكشن ديزيز بعد خمس ايام يبقى هو ده اللي قتل العيان. لما اجي احط عيانين الميوكورمايكوزس في ابعد مكان في مصر يبقى دي حاجه غريبه. يبقى اول حاجه الميوكورمايكوزس ده مرض بيموت في ساعات، مهمتك ان انت تعالجه بسرعه جدا، وانا موري لك دي كلتشر في 23 ساعه بعتتها لنا دكتوره ميرفت جابر. طب ايه تاني؟ العيان ده اللي عملنا له الكلتشر هوريك الباثولوجي بتاعه. ليه؟ الجراح بتاعه بيفهم، راح جاي واخد التيشو حطه على فورمالين وحطه على سالين وبعته للمعمل عند دكتوره ميرفت. الكلتشر زي ما انتم شفتوا طلعت في 23 ساعه. طب الباثولوجي بتاعه طلع ايه؟ بص هنا شوف بيقول لك في سب ميكوزا سيروم يوسنس جلاند شوينج دنس انفلاماتوري سيل انفلتريت فور ليمفوسايت بلازما سيل ايزينوفيل سكاتر هيسيوسايت اوكيشنال هيموسيدرين لادن ماكروفيجز بلا 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 انتانجلد برانشنج فانجل هايفي اند بورز ار نوتد. تمام؟ وهنا عمل باس وجي ام اس ستينز هايلايت فانجل هايفي ذات ار ثيك نون سبتيتد برانشنج ات رايت انجل. يعني الباثولوجيست قال لي بالظبط اللي انا عايزه، لقاها تخينه وايه سبتيتد، وقال كومباتبل ويز ميوكورمايكوزس.
المريض لقيته بيكلمني بيقول لي يا دكتور ده انتوا اشقياء قوي، ازاي عرفتوا الميوكور؟ قلنا له يا حبيبي ما هي دي شغلتنا. فيبقى اذا الباثولوجي هنا اكد لي، يبقى معنى كده ان الميوكور مايكوزس انا بسسبكت كلينيكالي، لكن يبقى كونفيرمد بكالتشر وكونفيرمد باثولوجي. يبقى دي اهم حاجه من الحاجات الجديده. نتكلم بقى على الميوكور مايكوزس القديم، هنفهم البيزكس علشان خاطر لو فهمت البيزكس كل الكلام اللي جاي ده قديم قبل 2020، فعايزك لما تسمعه هتقدر انت تستنتج ليه حصل الاوت بريك في الهند ومصر من اللي انا هقوله. كل اللي انا هقوله لك ده كلام قديم هتلاقيه في مندل مكتوب من سنتين، لكن لما هتسمع هتعرف ليه حصل، عشان في ناس بتقول هو ليه ضرب دلوقتي، ايه اللي حصل. اسمع وشوف. ده الفانجل انفكشنز بتحصل ليه، او الايمرجينج فانجل انفكشنز. اول حاجه اولترد هوست، يعني الهوست فيه مشكله في مناعته، ودي عارفينها، عيان الكورونا مناعته بتتنايل تنزل تحت. في فانجل باثوجين، في سيلكتيف بريشر. يعني ايه سيلكتيف بريشر؟ يعني انا جيت على الدوري المصري قلت ايه، انا هنزل الاهلي والزمالك، ومبروك للاهلي عموما مع اني زملكاوي بس عشان هو كسب، هنزل الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري دوري درجه ثانيه. ايه اللي هيحصل؟ هتكون النتيجه ان هيجي فريق ضعيف قوي هو اللي ياخد الابر هاند، هو اللي هياخد الدوري. ده احنا بنسميه في علم الميكروبيولوجي سيلكتيف بريشر. يعني انا بعمل سيلكشن عن طريق البريشر اللي انا بعمله بالانتي بكتيريال او الانتي فانجل، وهنفهم معناها. واخيرا الانفايرمنتال كونديشن، هل في انفايرمنتال كونديشن فيفور ذا جروث اوف فانجس؟ الاجابه طبعا. الميوكورمايكوزس بيحصل في امريكا 500 حاله تقريبا في السنه، فده مرض ما يعتبرش ان هو كومن. يعني لو قلنا 50 ولايه يعني بيحصل في الولايه تقريبا 10 حالات في السنه، تمام؟ فلو انت شغال في مستشفى ممكن تقعد سنه ما تشوفوش، فده يعتبر مرض نادر. في فاريوس سبيشيز قلناها، كان زمان اسمه زايجومايكوزس. اسمع بقى الريسك فاكتورز فور ذا ديفلوبمنت اوف ميوكورمايكوزس. مين العيان اللي بيجي له ميوكورمايكوزس قبل 2020؟ اول حاجه عيان الانكنترول دايابيتيك، ده الكلاسيك اللي خدناه واحنا في سنه اولى في الكليه، ان عيان جاي لك بدي كي ايه، دخل الرعايه طلع عنده ميوكورمايكوزس. يبقى معنى كده اول حاجه انكنترول دايابيتس. هل ده بيحصل مع كوفيد؟ طبعا. تاني حاجه هاي دوز كورتيكوستيرويدز. هو احنا في الموجه الاولى بتاعت الكورونا كنا بندي هاي دوز كورتيكوستيرويدز؟ لا، ما كناش نعرف. ده ريكفري ترايل نزلت في شهر 6 تقريبا ولا اخر 5، فبالتالي ما كناش نعرف حكايه الكورتيزون، فما كناش بندي. ولما ادينا الكورتيزون اتجرأنا، وبقى في ناس اتجرأوا للاسف زياده عن اللازم وبقى يدوا جرعات عاليه، وفي ناس لقيتهم بياخدوا بالس. انا كذا عيان من اللي شفته ميوكورمايكوزس كان بياخد بالس. يبقى هاي دوز كورتيكوستيرويدز بتحصل؟ بتحصل. ثالث حاجه ميتابوليك اسيدوزس. هل بيحصل ميتابوليك اسيدوزس؟ في ناس لما بيبقوا فيري سيك بيحصل لهم اسيدوزس، لما بيجي لهم رينال فيلير بيحصل لهم اسيدوزس، لما بيجي لهم دي كي اي بيحصل لهم اسيدوزس، وهنشوف ليه الاسيدوزس بيكبر الفانجس. برولونج نيوتروبينيا، يا سلام يا سلام، هنا كان موجود موصوف في عيانين الجي في اتش دي وعلى عيانين بتوع البون مارو ترانسبلانت، لكن احنا كمان عيانين الكوفيد بيبقى عندهم نيوتروبينيا، ومفيش حد فينا ما شافش نيوتروبينيا. خد دي بقى، iron overload states. يبقى لقوا الميوكورمايكوزس بيحصل اكتر في الناس اللي عندهم iron overload، زي عيانين الهيموكروماتوزس وزي العيانين اللي بياخدوا الايرن كيليشن. وان كان في انواع ايرن كيليشن ثيرابي بتزود الميوكورمايكوزس، وفي انواع بتعالج الميوكورمايكوزس على حسب ايه. الكيليشن ده بياخد الحديد ويسيبه، ياخده من التيشو ويسيبه، يوم الفنجس ياخده لنفسه، ولا بياخده ليه هو يمسكه وينزل. يبقى هنا منع الفطر ان هو يستعمل الحديد. يبقى لما الحديد يزيد الفنجس ده يرعرع، يبقى الحديد يزيد الفنجس ده يرعرع. الكريشن لسه قلناه penetrating trauma or burn. يبقى فيه حاجه بعد كده بتقول ان لما انا الاقي واحد عمل حادثه او واحد في حرب وعنده اصابه حرب او جات له شظيه ولا قنبله ولا اي حاجه من الحاجات دي، ممكن تاخد من السويل الفنجس وتزرعه جوه التيشو فيجي له تروما تعمل ميوكورمايكوز. واخر حاجه النوزوكوميا الاوت بريكس ريليتد تو كونستراكشن. يبقى احنا لما جينا بعتنا البيبر احنا شفنا في الفتره اللي فاتت الجروب اللي معايا يمكن 30 او اكتر عيان في الاسابيع اللي فاتت. يبقى اذا قلنا ايه؟
قلنا خلي بالك عيان الميوكورمايكوزس ده ممكن يكون عنده ديابيتس، سواء كان هو اصلا ديابيتك او سواء ان الكوفيد جاب له ديابيتس، وكمان في دكاتره بتهبده كورتيزون، هل بيبقى عنده ايرن اوفرلود؟ امال الفريتين ده ايه يا باشا؟ ده مش كده، ده في دكاتره كمان بيدوا دواء بيزود الايرن ابزوربشن اسمه فيتامين سي. الكلام ده مش مكتوب، الكلام ده احنا بعتناه في البيبر ثيوري، ان الفيتامين سي اللي بيزود الابزوربشن واسكوربيك اسيد بيزود بيقلل البي اتش ممكن بيكون بيفيفر، بس ده نوت بروفن، بس انا بقوله لكم. ايه تاني قلناه؟ قلنا التروما مشهوره انها بتعمل ميوكورمايكوزس. طب هل العيانين دول بيجي لهم تروما؟ طبعا. ايه اشهر تروما بتيجي العيان الكوفيد؟ لقيت واحده بتقول لي انا عملت المسحه 4-5 مرات، والتاني بيقول لي عملتها 3 مرات. هو المسحه دي مش تروما تو ذا ساينس؟ فحطيناها في الثيوري بتاعتنا. طبعا ده نوت بروفن برضو، بس انا لازم اقول لك احنا قلنا ايه عشان نثبت. لكن اهم حاجه بقى جم قالوها ان العيانين بتوع الميوكورمايكوزس مشهورين في الهند. ليه مشهورين في الهند وكان مكتوب في مندل؟ قال لك عشان الهند حر، يبقى مع الموجه الحر الفنجس ده بيزيد الجروث بتاعه. يبقى خلي بالك ممكن يكون احنا كنا بندي كورتيزون في الشتاء، لكن لما جت الموجة الحر فرقت. الكلام ده مش بروفن، دي نظريات، ممكن أي حد يعترض عليا، بس إحنا لما جينا قلنا الاحتمالات تكون الحر، الفيتامين سي، السكر، الكورتيزون، كل ده مع بعضه لعب اللعبة عشان خاطر يتكون الميوكورمايكوزس. ممكن النظريات دي كلها غلط، بس أنا قلتها عشان تحطها في بالك. اسمع دي بقى، الفنجس اصلا بيدخل ازاي؟ السبورز بتبقى في السويل وبتعمل لها انهيليشن. السبورز دي بعد كده الماكروفيجز بتشتغل تاكلها والنيوتروفيلز بتاتاك. لكن لو انت الماكروفيج دي نون فانكشن بسبب الاستيرويدز، لو النيوتروفيلز دي عندك نيوتروبينيا او عندك اسيدوزس موافقه في الايفكت بتاعها، الايرن ده الفنجس ده عاشق للايرن، يبقى هو مش الفطر الاسود، اللون الاسود اللي بتشوفه ده من ترسيب الحديد، الفنجس ده عاشق الايرن، يحب الحديد جدا جدا جدا. فانت لما تيجي تديله حديد يبقى انت بتقول له ايه؟ العب يا باشا. يبقى اذا الفنجس مع الحديد بيعمل اهم خطوه في الباثوجينيسيس اللي هي ايه؟ انجيو انفيجن. يبقى الميوكورمايكوزس ليه بيموت؟ مش بس عشان هو بيتضاعف بسرعه، لكن علشان هو بيحب البلاد فيسلز يروح عليه وينفيد البلاد فيسل، عشان كده يعمل لك حتت جانجرينس، عشان كده بيعمل ستروك، لان هو بيروح يعمل ايه؟ يعمل انجيو انفيجن. تمام؟ الاستيرويدز قلنا انها بتنهبت الفاجوسيتيك فانكشن، الهايبر جلايسيميا بتمبير الماكروفيج، طبعا الايرن اوفرلود قلنا ان دي اكتر حاجه بيحبها الايرن والاسيدوزس. المانيفيستيشنز بتاعه الميوكورمايكوزس ممكن يبقى كيوتينيوس يعني السكين، وكان في مؤتمر جلديه قدموا ميوكورمايكوزس في الجلد قبل كده، في ساينو اوربيتال يعني في الساينس والاوربت داخل على العين، او في الساينس بس، او راينو سريبرال يعني طالع من النوز على المخ، او بالمونري، ودي اهم حاجه انا جاي اقف فيها لان احنا اتكلمنا عليها. ليه؟ لان احنا قلنا يا اخوانا احنا الموجه الثالثه اللي احنا فيها دي كل الدكاتره بيشتكوا بيقولوا الحق العيانين بتوعنا قاعدين يتدهوروا بيتدهوروا 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 مش عارفين ليه. فاحنا قلنا خلي بالك ده يمكن يكون العيانين دول عندهم بالمونري ميوكورمايكوزس، وانتوا يا دكاتره مش واخدين بالكم. مش واخدين بالكم ليه؟ علشان ما عملتش تيستينج، ما بعتش فانجل كلتشر من الاسبيوتم او من البرونكو الفيرال لافاج او من تراكيال اسبريت عشان تثبت ان العيان بتاعك ميوكورمايكوزس. لان انت لو ما اثبتتش انه ميوكورمايكوزس مش هتدي الايجنت اللي بيموت الميوكورمايكوزس، فبالتالي العيان بتاعك هيموت. ومن هنا تيجي اهميه ان انت تفكر ان ممكن يكون سبب تدهور العيانين بالمونري ميوكورمايكوزس، لان الراينو سيريبرال والسيريبرال والساينو اوربيتال والكيوتينيوس اللي ما يشخصوش يبقى عبيط، لان واحد جاي لك بكره سودا على عينه ولا كره سودا خارجه من دماغه ولا واحد عينه بتقع، دي اكيد يعني مش محتاجه فنان عشان يشخصها. انا مش جاي النهارده عشان اتشخص ايه لما واحد يكون عينه بتبوظ يبقى ده عنده ميوكورمايكوزس، اكيد لا. احنا النهارده جايين عشان تشخصها اكستريملي ايرلي، وهقول لك دلوقتي ايه الوارنينج ساينز للميوكورمايكوزس. الصوره دي من الجايد لاينز بتاعت ميوكورمايكوزس، عملوا اجتماع بين كل دكاتره العالم علشان يعملوا الميوكورمايكوزس جايد لاينز. فانا عايزك تشوف الصوره دي. الصوره دي ايه؟
قال لك هنا بص دي ماكسيلاري ساينوسايتس في السي تي، هنا باين ان الساينس اليمين نظيف وجميل، هنا الساينس الشمال باين ان هو مليان حاجه وفيها فلويد، هنا بانت طبعا في الام ار اي والانفليمد ماسكليتشر وبان الفلويد بتاع الماكسيلاري ساينس، دي حاله ميوكورمايكوزس. لكن عايزك تشوف الحاله دي، هنا الحاله دي في انفيجن للبلاد فيسل وفي دنس عامل زي ما يكون ويدج شيبد انفاركشن، الحاله دي ميوكورمايكوزس، ودي كمان عندك حاله ميوكورمايكوزس. الله، يبقى الحالتين دول سي ودي احنا ممكن نشوفهم كتير في عيانين الكوفيد وما ناخدش بالنا، يقول ايه ده كوفيد يا عم، ادي له بس ايه انفنت، وادي له ميلونام، وادي له افروزوليد، وادي له عفريت ازرق، لان انت مش واخد بالك انه ميوكورمايكوز، وميوكورمايكوز ده علاجه مختلف تماما. فخلي بالك ان ممكن الصوره السيئه اللي في اللنج دي انت فاكرها كوفيد، بينما هي في الواقع مش كوفيد، هي في الواقع ممكن تبقى بالمونري ميوكورمايكوزس. طيب الجدول ده اهم حاجه في الدنيا، لان انت هتستنتج منه معلومه مهمه جدا. الالايلامين اللي منها التربينافين تمام ليه فاريبل اكتيفيتي اجينست ميوكور، الفلوسايتوزين ان اكتف، الفلوسايتوزين ما بيشتغلش، الايكاينوكاندين كاسبو مايكا وانيدولا فانجين برضو ضعيف او ما بيشتغلش، الانفوتيرسين طبعا ده اللي بيشتغل. عايزك تبص على دي عشان دي اهم حاجه انا جاي اقول عليها. الفلوكونازول هنا الام اي سي اكتر من 16 ما بيشتغلش، يبقى الضيف لو كان ما تكلمنيش معاه مع الميوكور، ما بيشتغلش انسى. طب الفوريكونازول نوت اكتف، يبقى لما هاجي اوريك الانديان جايد لاينز فور كوفيد اسوشيتد ميوكورمايكوزس كمان دقيقه، لازم تبقى عارف ان المستشفيات اللي بتدي فيفند بروفيلاكتيك بيسلكت الميوكورمايكوزس، يبقى اللي بيدي فوريكونازول هيطلع له ميوكورمايكوزس. ليه؟ لان الفوريكونازول بيموت كل الفنجاي التانيين ويسيب الميوكورمايكوزس الضعيف لوحده عشان هو اللي ياخد الدوري. يبقى اذا لما انا بعمل ما يسمى بالسلكتيف بريشر، اقتل كل، ادي انتي بايوتيك ميرونام زايفوكس اموت له البكتيريا، وادي فوريكونازول اموت له كمان الكانديدا والاسبرجيلاس، فبقول للميوكور الضعيف ايه؟ العب لوحدك يلا يا باشا وخد الدوري. تمام؟ يبقى معنى كده، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لما باجي، معنى كده ان انا لما باجي ادي للعيانين فلوكونازول او فوريكونازول، هتكون النتيجه ان انا بقتل الكانديدا واقتل الاسبرجيلاس وبسيب الميوكور لوحده، ما يسمى بالسلكتيف بريشر. فبالتالي هوريك في الانديان جايد لاينز ان هم قالوا الفوريكونازول از ريسك فاكتور فور ميوكور. طب امال ايه الايزولز اللي بتشتغل؟ البوزاكونازول والايزافوكونازول. الايزافوكونازول ده مش موجود في مصر، البوزاكونازول موجود في مصر، فهو ده اللي انا هقول لكم هتجيبه منين وهتديه ازاي علشان العيانين بتوعنا يخفوا باذن الله. ماشي؟ طيب الجلوبال جايد لاينز فور دايجنوزز اند مانجمنت اوف ميوكورمايكوزس حطوا التريتمنت جايد لاينز، وهنا التريتمنت جايد لاينز واضحه ان هم بيستعملوا اللايبوزوما الانفوتيريسين، هما شالوا الامفوتيريسين ديوكسيكوليت اللي هو الامفوتيريسين البلدي اللي هو الفانجيزون علشان التوكسيسيتي بتاعته عاليه. لكن في معلومه لازم كل الدكاتره يبقى عارفينها، ان الفانجيزون كومبيرد للامبيزوم مفيش اي ستادي قالت ان الامبيزوم ده مور افكتيف، هو مور توكسيك الفانجيزون، لكن الافكاسي بتاعتهم واحده. امال الفرق ايه في التوكسيسيتي؟ طب الفلوس كام؟ العيان عندي اللي امبارح كتبت له امبارح بالليل لايبوزوما الانفوتيريسين خد الجرعه اليوم ب 30,000 جنيه. طب الدواء الثاني اليوم ب 150 جنيه، فانت لازم تبقى فاهم الفرق في السعر. في فرق لما انت تدي دواء ب 15 ل 30,000 جنيه كومبيرد لدواء ثاني ب 150 ل 300 جنيه. ماشي؟ احنا في مصر ظروفنا صعبه، هنكتب الايه؟ الدواء الرخيص، ما لم يكن واحد معاه فلوس ودفيع ادفع يا عم، هقول لك ايه؟ بس انا مهمتي ان انا افهمه الفرق، وبقول لكل العيانين الاثنين تمام فعاليتهم واحده، لكن ده اعراضه الجانبيه اكتر. اعراضه الجانبيه اللي هي ايه؟ الكترولايت لوس، رينال افكشن. الحمد لله ان معظم العيانين لما بيجي لهم رينال افكشن مع الانفوتيرسين اتيز ريفيرسبل، مكتوب في الجايد لاين موستلي ريفيرسبل. يبقى اذا ما تقلقش من الايه؟ من الانفوتيرسين. تمام؟ وهنقول كمان شويه ندي الانفوتيرسين ازاي. كله بقى يمخمخ، انا ان شاء الله
هقول لك تقريبا خلصت، هقول لك الانديان جايدلاينز. يبقى اذا في الهند الحكومه اجتمعت علشان خاطر ينزلوا ريكومنديشن لما لقوا ان في عندهم وباء. اسمع الدكاتره في الهند حطوا جايدلاينز، احنا يمكن ليه انا حطيت الانديان جايدلاينز وما اتكلمتش كتير على الانترناشنال؟ عشان الانترناشنال بيكلموا الدول ممكن يكون معاها فلوس، فانا عايز افهمك الظروف اللي لينا احنا. تمام، معلش حصل خطأ، معلش انا هكمل تاني دلوقتي. تمام، طيب الانديان جايدلاينز عشان خاطر كل الناس تتابع الانديان جايدلاينز هتكلم عليها دلوقتي. طيب بيقولوا ايه؟ اول حاجه التايمينج، الكوفيد اسوشيتد ميوكورمايكوزيس بيحصل امتى؟ تقريبا في الاسبوع الثالث من الكورونا. يبقى هيجي لك العيان بعد تقريبا 21 يوم من الايه، من الكورونا، يبقى 17 يوم 18 يوم من الكورونا. يبقى دي اول حاجه البرزنتيشن في الاسبوع الثالث. يبقى لو السيمتومز اللي هنقولها دي جايه العيان في الاسبوع الثالث، فكر فيه كوفيد اسوشيتد ميوكورمايكوزيس. طبعا الريزن هما كاتبين هايبرجلايسيميا وستيرويدز ودايابيتس واي سي يو ستيز وانتي بايوتيك كوموربيديتيز والفوريكونازول هم كاتبينه كسبب للميوكورمايكوزيس. طيب ايه الساينز اند سيمبتومز؟ يبقى من فضلك ايه الحاجات اللي لو العيان اشتكى لك بيها تفكر في ميوكورمايكوزيس. انا مش هدفي ان انت يجي لك عيان وش اسود تقول لي ده ميوكور، انا مش عايز كده، انا عايزك تفكر قبل ما دي تحصل ازاي تتوقعها. هيجي العيان يقول لك ايه؟ عندي فيشيال بين، في pain over sinuses أو pains في teeth and gums. يبقى أي واحد يقولك حتة في دماغي من وشي بتوجعني، فكر في تنميل over half of the face. لو قالك blackish discoloration دي خلاص أنا مش عايز كده. يبقى أي واحد يجيلك واحد يقولك أنا عندي وجع في الجيوب الأنفية، أنا مش يمشاور لك على الوجع، يقولك وجع في السنان، فكر إن ده ميوكورمايكوزيس وهنشوف هنعمل له إيه. nasal crust أو nasal discharge، conjunctival injection أو chemosis، periorbital swelling، blurring of vision او diplopia، loosening or discoloration في teeth او gangrene، او worsening respiratory symptoms او hemoptysis او chest pain. يبقى اذا دي البالمونري ميوكورمايكوزيس. يبقى اهم حاجه اي عيان يجي لك في الاسبوع الثالث يشتكي من الشكاوي دي، فكر ان ممكن يبقى ميوكور وهنعمل له الانفستيجيشنز اللي هنقولها دلوقتي. اول حاجه هتعمل له سي تي بارانيزال ساينس. يبقى هتعمل ليه؟ عشان تشوف لو في بوني ايروجن. لو لقيت ان في ساينوسايتس واكله البون، يبقى موست لايكلي ده ايه؟ ميوكور. عشان يبقى ده اسمه سسبكتد ميوكور، يبقى بروفن ميوكور بايه؟ بكلتشر وباثولوجي. لكن انت اول ما تلاقي ساينوسايتس عامله بوني ايروجن يبقى ده ميوكور، يبقى لازم تتصرف في دقائق. في دقائق هتكلم الدكتور الانفكشس ديزيز، في دقائق هتكلم الجراح، لان الميوكور مايكوزيس از سيرجيكال ايمرجنسي. كل العيانين اللي احنا شفناهم اللي عملوا العمليه في خلال 24 ساعة من التشخيص خرجوا بقوا زي الفل وبيتصلوا يسلموا علينا، لكن كل العيانين اللي العملية بتاعتهم اتأخرت ضاعوا. يبقى إذا خلي بالك أهم حاجة الجراح معاك يبقى مصحصح وتبعت له العيان يعمل العملية في أول 24 ساعة. تعمل إيه؟ سي تي بارانيزال ساينس، لقيت في ساينوسايتس وبوني إيروجن يبقى دي ميوكور مايكوزيس، فورا هتبدأ ميديكال تريتمنت وفورا هتكلم الجراح. إيه الطريقة الثانية للتشخيص؟ سي تي تشيست. ليه سي تي تشيست؟ عشان ما تنساش ان في بالمونري ميوكور مايكوزيس. لو لقيت اكتر من 10 نوديولز او ريفرس هيلو ساين او سي تي برونكس ساين او بانت في سي تي انجيوجرافي ان في انفيجن، يبقى العيان ده ممكن يكون عنده ميوكور مايكوزيس في اللنج، بالمونري ميوكور مايكوزيس. وانا عارف ان في كتير من اللي معانا في المحاضره دلوقتي هيقول اخ 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 ده انا شفت 20 عيان وماتوا وكان عندهم الوصف ده وانا ما خدتش بالي. يبقى خلي بالك ان دي الريكومنديشن اللي منزلها الحكومه الهنديه عشان الناس تشخص، واللي احنا لازم نوصي بيها. الام ار اي برين طبعا علشان نشوف هل حصل انفيجن للبرين ولا لا.
الدياجنوزس بيكون بالكي او اتش اللي هو بيصبغ الفنجاي والميكروسكوبي والهيستوباثولوجي زي ما وريتكم احنا بنعمله فعلا. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل مالدي طاف اللي هو تفاصيله هتلاقيه في المحاضرات اللي فاتت عشان نايدنتيفاي، وانا وريتكم ان احنا كان عندنا واحد رايزوفاس واحد ميكوراليس، وبنشوف الريبون لايك ايسبتيتد هايفي اللي هي 5 ل 15 مايكرون برانش ات رايت انجل. يبقى هتشخص الفانجس يا اما بالستين هتصبغ الصبغه تلاقي فيه ايسبتيتد يعني من غير سبته هايفي برود وبرانشينج ات رايت او اوبتيوس انجل، خلاص دي خلصت دي ايه ميوكور. تعمل لها بالمالدي تاف بعد المزرعه عشان نعرف الايه السبيشيز. طيب التريتمنت بقى العلاج، طولنا ندخل على العلاج، وده الريكومنديشن اللي بتقولها الحكومه الهنديه كله يركز عشان دي الحاجه اللي هنعملها. هنعالج ازاي؟ اول حاجه يكون عندك هاي اندكس اوف سسبشن، ده اللي بنقوله. عيان جاي لك في الاسبوع الثالث كان قاعد دكتور هبده كورتيزون وقاعد يديله كورتيزون وفيتامين سي وحديد وبلا بلا 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 بلا، جاي يقول لك الحق انا عندي خدي بيوجعني او انا عندي الساينس بيوجعني او انا عيني حاسس ان في ديبلوبيا. تمام، فكر على طول في ميوكورمايكوزيس، يبقى لازم تعمل له فورا، تقول له دلوقتي حالا تعمل سي تي بارانيزال ساينس وتجيبها لي. لقيت فيه ساينوسايتس وبون ايروجن يتحجز في المستشفى ويبقى مالتي ديسيبلينري تيم، دكتور الرعايه مع دكتور الانفكشن ديزيز مع دكتور الكلينيكال مايكروبيولوجي اللي هتبعت له العينات مع دكتور الجراحه، علشان نحط خطه ان العيان ده يدخل يعمل ديبرايدمنت. ليه بعمل ديبرايدمنت؟ لان انا عندي فانجس قاعد يتضاعف كل دقيقه، يبقى لازم اعمل جراحه، لازم اعمل جراحه علشان اشيل من الفنجس على قد ما اقدر، كان تيومر وبعمل ديبالكينج، خراج وبفتحه، قاعد اشيل من الفنجس علشان الانتي فانجل يشتغل على الباقيين. يبقى اذا الجراحه هدفها انها تنظف نظف نظف، تمام؟ يبقى اذا الجراحه هدفها انها ايه؟ تنظف الفنجس ده. ويجي الانتي فانجل يبدا باسرع ما يمكن، هبدا امفوتيريسين، لو اللايبوزومال اللي هو في مصر الفايل 50 ملي جرام بحوالي 1700 جنيه، يعني انا لما بيكون عندي العيان وزنه 100 كيلو، 100 كيلو هيحتاج ايه؟ اضرب كده 100 كيلو بياخد إيه المفروض 50 ملي جرام، بياخد إيه 5 ملي جرام بير كي جي، يعني محتاج 500 ملي جرام. تمام؟ محتاج ايه 500 ملي جرام، يبقى الفايل ب 1700 يبقى هياخد ب 17000. تمام؟ طب لو عنده سي ان اس انفولفمنت، لو الميوكورمايكوزيس داخل البرين او عندي انفولفمنت للسي ان اس في الام ار اي، هياخد 10 ملي جرام بير كي جي، يبقى بدل ما ياخد ب 17000 هياخد ب 34000. متخيل؟ في ايه؟ في اليوم، في اليوم. وبناء عليه اللايبوزوما الانفوتيريسين صعب. احنا ساعات بندي الانفوتيريسين البلدي اللي هو بيبقى جرعته من 1 لـ 1.5 لو العيال مش قادر يدفع. هندي الانفوتيريسين ازاي؟ هتاخد الانفوتيريسين يا باشا هتحله على ديكستروز 5% وتدي ازازه سلاين نصها قبل الانفيوجن ونصها بعد الانفيوجن. الانفيوجن بتتاخد على 4 لـ 6 ساعات. الانفيوجن بتغطيها بفويل هي وجهاز الوريد والخراطيم عشان بيتاثر باللايت. العيان بتاع الانفوتيريسين ده هو اول ما بتديه بيرعش كانك حطيته في سلك الكهرباء، فممكن تعمل له بري ميديكيشن. ايه الحاجه اللي بتعمل بري ميديكيشن؟ الايبوبروفين. الحكايه دي ما بتحصلش مع اللايبوزومال قوي، بتحصل مع الديوكسيكوليت البلدي. يبقى اذا هتدي له اورس بروفين 400 قبل الانفيوجن بربع ساعه او نص ساعه، هتلاقي الانفيوجن رياكشن هيمشي بسيط، وهتديه له ببطيء على 4 لـ 6 ساعات. بعد كده في اليوم الثالث او الرابع الدنيا بتبقى هاديه، لكن اول يومين بتبقى مولعه. ولو انت ما شفتش عيان بياخد انفوتيرسين انت هتترعب، لان بالظبط 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 زي ما يكون واحد ايه حط سلك حواليه وكهربه، فنلاقي العيان قاعد ايه بيتنطر. فما تفتكرش ان ده رياكشن وتوقف الدواء تقول ما حدش ياخد انفوتيرسين، لا ده الطبيعي بتاع الانفوتيرسين. الانفوتيرسين بيهرب الكترولايتس في البول، فلازم تعمل ديلي صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفورس وكرياتينين ديلي، علشان خاطر تقعد تديله ريبليسمنت للمغنيسيوم والفوسفورس والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم عشان ما تنساش. تمام؟ لو لقيت الكيدني فانكشنز عليت ممكن تقلل الجرعه شويه ما توقفوش. طب لقيت الدنيا ضربت منك؟ لا هتدي بديل. يبقى لو العيان جاي لك كرياتينينه 3 ولا كرياتينينه 4
لا ما تبداش الامفوتيراسين وفي عندنا بديل في مصر اسمه بوزاكونازول. الايزا مش موجود، البوزاكونازول موجود في مصر في صيدليه المركز الطبي العالمي، ازازه دواء شرب ب 3200 جنيه، بياخد 400 مللي جرام كل 12 ساعه، يعني 10 مللي بالفم كل 12 ساعه. هتبعت اهله يشتري الدواء يبداوه، وجبنا نتائج الحمد لله ممتازه. يبقى اذا انت اوبشنال، لو جالك العيان مش قادر يشتري امفوتيرسين، عنده كونترا انديكيشن للامفوتيرسين، ابدا له بوزاكونازول. البوزاكونازول الاقراص اللي مكتوب في الجايد لاينز موجود في مصر متهرب. انا ما بحبش الادويه المتهربه، لكن في واحد كان جابه متهرب ونجح، اوكي، بس الادويه المتهربه ساعات تبقى مضروبه فانا بخاف منها. لكن عندي عيان جاب معاه نتيجه حلوه، والديليت ريليس تابلتس دي بصراحه احسن من الاورال سسبنشن، لكن دي متهربه ومش مضمونه فانا مش هعمل لها ريكومنديشن. فالاورال سسبنشن انا شايفه منطقي. يبقى لو العيان ما يقدرش يدفع اللايبوزوم الانفوتيرسين، عنده رينال امبيرمنت وكونترا انديكيتد، ابدا له بوزاكونازول. طب لو العيان في دور لكومباينيشن ثيرابي، بس مش موجود في الانديان جايد لاينز، موجود في الانترناشونال جايد لاينز، ان انت تدي امفوتيرسين مع البوزاكونازول لو في اكستنسيف ديزيز. اهم حاجه هتدي الامفوتيرسين هتبدا بيه، والجراح ينظف وتعمل فولو اب بعد اسبوع. عملت فولو اب بعد اسبوع لقيت السي تي بتاعك اتحسن جدا ومفيش ليجن ومفيش ساينوسايتس، وقف الامفوتيرسين يا برنس وخليك كمل على البوزاكونازول. هتكمل لمده قد ايه؟ الجايد لاين هنا بيقول حوالي 12 اسبوع، لكن انا شفت عينين اتحسنوا قبل كده وما احتاجناش ان احنا نكمل اكتر من اربع اسابيع او ثلاث اسابيع. ليه؟ لان خلي بالك ان الميوكورمايكوزز لما اتوصف في عيانين اساسا لوكيميا وبون مارو ترانسبلانت وسوليد اورجان ترانسبلانت ريسيبيانت، يعني الاميون سبريشن بتاعهم permanent. لكن العيان بتاعنا بتاع الكوفيد خلاص، ما انا شفت ان الكورتيزون اللي جاب له النيله دي هوقف الكورتيزون، شفت ان سكره مش مظبوط هظبط له السكر. يبقى اهم حاجه ان انت ايه، ظبط كل الايه الاميون سبريشن والهايبرجلايسيميا، وانت بتعالج العيان هتلاقي ان انت ممكن تديله اسبوع امفوتيرسين وبعد كده تقلب على بوز. طب في عيان لما اشوفه بعد اسبوع واعمل له ايميجنج الاقي ان هو لسه مش متحسن، ده حبيبي هيكمل على الامفوتيرسين، تمام؟ يبقى هيكمل امفوتيرسين، لقيته بيسوق حط له ديول. بس ما تكلمنيش لما يكون العيان ما عملش العمليه، العمليه دي اهم حاجه العيان يعملها. دكاتره بتوع الهند نزلوا لهم ريكومنديشن مختصره هنقولها في دقيقه، قالوا لهم ايه؟ دوز اند دونتس، يعني ايه الحاجات اللي تعملها والحاجات ما تعملهاش. اول حاجه استعمل الاستيرويد بالجايد لاين، ابوس ايدك، ما تفتيش، ما تديش انتي بايوتكس مالهاش لازمه. الامفوتيرسين تبداه فورا، لازم تعمل مونيتورنج للجلوكوز، تدي انسولين مظبوط، تفكر ويبقى عندك هاي اندكس اوف سسبشن، كلين ستيرايل ووتر فور هيموديفاير، ما يجيش تحط ميه مش نظيفه في الهيموديفاير بتاع الاكسجين وتقول العيان اتدهور ليه؟ ما هي الميه اللي مش نظيفه دي ممكن يكون فيها فانجس. بيقول لك دونت ميت ذا ورنينج سيمتومز، لما تلاقي العيان عنده بلوك دو نوز ما تجيش تقول لي اصل عنده نزله برد، لا يا حبيبي مش نزله برد، ممكن يكون البلوك دو نوز دي ولا بكتيريا سانتس ولا نزله برد، تطلع ميوكول. ففكر واعمل اي سي تي، واهم حاجه دونت لوز ذا كروشال تايم، يعني ما تضيعش وقت. الميوكور مايكوزز از ايمرجنسي، يعني من ساعه ما الحكايه كلها بتاعت المحاضره بتاعتنا دي النهارده لازم تاخد ساعه او اقل. للعيانين بقى قالوا ايه؟ قالوا اسمع كلام الدكتور، تمام؟ ما تاخدش دواء من دماغك، البس الماسك، كلم الدكتور لو عندك بلوك دو نوز او نيزل ديسشارج او يونيلاترال فيشيال بين او نمنس او لو في ديسكالريشن اراوند ذا اي، دونت سيلف ميديكيت ودونت اجنور وارنينج ساينز اللي قلناها النهارده. واخر حاجه، واي ذا مشروم اولويز انفيتد تو بارتيز؟ بيكوز هيز ا فانجاي. ثانك يو. انا كده خلصت، ولو في اي حد من حضراتكم عايز يسال اي سؤال انا تحت امركم. اتفضل حضرتك يا دكتور احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، شكرا جزيلا على المحاضره القيمه اللي في وقتها وفي ميعادها عشان الناس تبقى اورينتد.
ده مهم جدا، لان الموضوع subject very important وله علاقه بحاجات كتير جدا في البروتوكول. وزي ما انت قلت طبعا تفضلت على الفيتامين سي والماسيف انتيبيوتكس ايرلي بدون لازمه والكورتيزون بهاي دوز. البالس ستيرويدز اللي استخدمت في مصر دلوقتي بقى احنا الوحيدين في العالم تقريبا اللي بنستخدم البالس ستيرويدز بالاجريسيف دوزز دي، فده كلام جميل جدا. واحنا طبعا عندنا هنا الديليد ريليز كوساكونازول اللي هو ال 100 ملي جرام تابلتس، ندي 3 اقراص الصبح و3 اقراص بالليل الديليد ريليز. وفعلا بس بنديهم زي ما تفضلت طبعا بنديه غالبا في الستيب داون، يعني ببدا بالليبوزوم الانفوتيرسين 5 ل 10 ملي جرام لكل كيلو على حسب السايت الموجود فيه، وانا بستيب داون على ايذر الكوساكونازول الديليد ريليز او الايسافوجونازول. ده طبعا. وفي زي ما انت تفضلت في السالفج ثيرابي ممكن احط الاثنين مع بعض او التريتمنت لحاجه قبل كده. كان في بس سؤال ليك على حكايه في بعض ريبورتس كانت بتتكلم مع الكاسبو فانجن، مع ان الكاسبو فانجن مينلي انا بتكلم على كانديدا ديزيز وساعات على الاسبرجيلاس بس مش ميكور. فايه ليه جاستيفيكيشنز اللي استخدموه كسالفج ثيرابي اد اون مع الليبوزوم الانفوتيرسين؟ ده سؤال ليك. هو احنا لما كنا في بيتسبرغ كنا بندي تريبل ثيرابي للعيانين بتوع السوليد اورجان ترانسبلانت ريسيبيانت، مش عشان حاجه الا ان انت بيبقى عندك عيان بتموت وانت عايز تنقذه فبتقعد تدي كل حاجه. لكن فعلا هم قالوا ان الايكاينوكاند مش ذات افكتيف، لكن بصراحه في الانترناشونال جايد لاينز هتلاقي حضرتك مكتوب الايكاينوكاند، يعني مكتوبه بس مش مكتوب انها افكتيف او حاجه، لكن مكتوب ان الناس حاولت تجربها، لان انت لما بيكون عندك عيان بيموت بتبقى مضطر ان انت تقعد تجرب معاه كل حاجه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب شكرا. العفو. دكتوره اماني الخولي بتسال مصطفى تقول لهم معلش فور هاو لونج يكمل الليبوزومال وامتى ستيب داون للاورال؟ هو العين خلاص بدا يبروف وعملت سيرجري ده كله، فور هاو لونج يكمل وفور هاو لونج يكمل بوساكونازول؟ الناس عايزه تسمع منك الحته دي كلها. تمام. هو في عايز اقول في جايد لاينز في بتاع الهند وفي كلام في بتاع الانترناشونال جايد. طبعا الموضوع جديد، يعني الموضوع طالما جديد فاحنا ممكن نقول حاجه ونطلع غلط او نطلع صح، فدي بتعتمد. لكن الكلام كان على 12 اسبوع ماشي الاساسي، لكن انا شفت بصراحه عيانين في ما فيش اسبوعين بقوا زي الفل، يعني بقوا زي الفل فعلا، وعملنا كونفيرميشن باندوسكوبي وسي تي لقيناهم زي الفل، وخصوصا ان احنا وقفنا الكورتيزون وظبطنا السكر، فيعتبر ان السبب الاساسي اللي دخلهم في المتاهه دي احنا وقفناه. فهي دي اللي انا شايفه. الجايد لاينز واضحه، احنا بتعمل اسسمنت ويكلي، اسسمنت كلينيكال، وطبعا كلينيكال انا بشوف العين كل يوم، لكن ويكلي بايمجينج. فبتعمل سي تي بعد اسبوع تشوف ايه الفرق، لقيت ان العين بيتحسن، فهم كاتبينها حتى في الجايد لاينز واضحه، عندك ريجريسيف ديزيز او ستيشنري تقدر ان انت تعمل سويتش للليبوزوم الانفوتيرسين. لان لو قرينا في الاخبار الهند خلص منها الانفوتيرسين، والمشكله ان الانفوتيرسين اللي موجود في مصر جاي من الهند، فانا عارف انه هيحصل ازمه كبيره. عشان كده اهم حاجه نعملها النهارده هي درس الوقايه من الميوكور مش علاج. تمام. شكرا جزيلا. دكتورة أماني بتقول did you use مالدي تاف to identify؟ أيوة دكتورة أماني طبعا، حضرتك أستاذتنا، عملنا identification بالمالدي تاف وطلع ميكورال سبيتشز مع دكتورة ميرفت جابر. دكتورة دعاء تسأل يبدأ بعد 3 أسابيع من أعراض الكرون. دكتورة أماني بتسأل is there a diagnostic role في السيرولوجيكال ماركرز؟ أيوة مكتوبة في الانترناشونال جايد لاينز فعلا استعمال الجلاكتومنانو بيتا دي جلوكان، لكن انا ما انصحش بيهم في مصر. ليه؟ لان للاسف الجلاكتومنان والبيتا دي جلوكان للحالات الكولد بتاعتنا اصلا بياخد ايام، فانا اذا كنت عايز اخد قرار في ساعه، لو كنا في مستشفى عندها الحاجات دي افيلبل في نص ساعه او في ساعه يمكن يكون مهمين، لكن احنا في مصر للاسف الحاجات دي بتتاخر. لكن هي طبعا صح ومكتوبه في الجايد لاينز، بس لما يكون عندك الحاجات سريعه. تمام. وفي سؤال عن البلوك نوز، فطبعا قلنا ده من الساينز بتاع الديزيز. دكتور محمود الالفي بيسال recommendation of immune suppression medication modification in renal transplantation after mucormycosis. دكتور محمود طبعا احنا عندنا في كل الانفكشن ترانسبلانت انفكشس ديزيز بنعمل تقسيمه واضحه وصريحه. عندك عيان جاي لك بمايل ديزيز
ما بتعملش حاجه في الاميون سبريشن. عندك العيان جاي لك بمودريت ديزيز، بتوقف الانتي ميتابولايت اللي هو المايفورتيك او الايزوثيوبرين، وبتكمل التاكروليمس او النيورال، بس بتنصص الجرعه يعني بتقللها. جالك وبترفع الكورتيزون، جالك العيان بسيفير او كريتيكال ديزيز، بتوقف الكالسينيورين انهيبيتور، وتوقف الانتي ميتابولايت، والاستيرويدز بترفعها وتقول يا رب. ليه؟ لان ده لايف ثريتنينج كونديشن. فالميوكورمايكوزز ما تقوليش ده ميوكورمايكوزز مايلد ومودريت وسيفير، مفيش ميوكورمايكوزز كده. ميوكورمايكوزز يبقى انت نطيت للدرجه الثالثه. ليه؟ لان العيان هيموت. فلو انا جالي عيان رينال ترانسبلانت، ده القرار بتاعه سهل قوي، طز في الكلية. وكان في امريكا كشابيرو عندنا كان بيجي يقول ايه، there is no renal transplant patient who should die of infection. لان الرينال ترانسبلانت، انا عارف هتزعل مني، بس هو الرينال ترانسبلانت دي بديل. فهي دي النقطه. فعيان ميوكورمايكوزيس ذا سيفير فروم ذا ستارت، وتخلص الحكايه. ماشي. طيب ايه تاني؟ where can we find the recording؟ هننزلها على الصفحه بتاعت اليوتيوب ان شاء الله. بناخد مسحه ساينس لو عنده مزرعه من الانف عشان تبين الفنجس. مش عارف، احنا مش بناخد مسحه للدايجنوستيك بتاعها، احنا بنشخص الميوكورمايكوزيس بالديبريدمنت كلتشر اند باثولوجي بتاعه الدكتور الانف واذن. ممكن يبدا مع بدايه الكورونا ولازم 3 اسابيع. لا، هم قالوا ان هو بيحصل بعد 3 اسابيع، ومش منطقي ان هو يبدا مع البدايه، لان ما حصلش اي سايتوكاين ستورم ولا ليمفوبينيا ولا حاجه من البدايه. الفيفند متى ينفع نعطي؟ ده احنا قلنا اوعى تدي فيفند. الفيفند ده بيخلي الميوكور يلعب لوحده، فاوعى تدي فيفند. تمام؟ دايجنوزس فروم سبيوتوم كلتشر دايركت ستيننج اور فروم كولوني. احنا من الاثنين يا باشا. احنا كان عندنا عيانه برضو حصل معاها ظرف مهم جدا كل الناس تعرفه، بيشنت ديتيريوريتد في الاي سي يو. ايه اللي حصل؟ بعتنا سامبل، السامبل دي طلعت فيها اسبرجيلس، لكن دكتوره ميرفت راحت جايه قايله لي يا مصطفى دي طلعت فيها اسبرجيلس. فانا قلت لها هي دي كابا. قالت لي بس كابا يعني كوفيد اسوشيتد بالمون اسبرجو. قالت لي لا اهدى، ده السامبل دي كانت سليفري، ما تبعت سامبل ثانيه. قلت لها طب ما والله فكره لا يطلع فيه حاجه ثانيه ديب. هوبا، رحنا تبعتين تاني يوم سامبل سبيوتم تانيه، طلعت فيها ميوكور، وتشخصناها بالمونري ميوكور مايكوزس. معانا دي دلوقتي ماشيه على دبل انتي فانجل، بوزاكونازول وانفوتيريسين. فلو ما كناش عملنا السبيوتم كلتشر الادكويت، ما كناش شخصنا الميوكور، ما كناش ادينا العلاج، كنا اكتفينا بالرغم ان احنا طلعنا بكتيريا وطلعنا اسبريلس. الا ان انت لازم تخلي بالك ان اهميه الكلتشر. يبقى كانوا زمان يقول لك ما تبعتش كلتشر لعيان الكوفيد، لا انا بقول لك لازم تبعت كلتشر لعيان الكوفيد. ممكن يبقى من اسباب البيرشن فيفر ان كوفيد بيرسيستنت فيفر. الله، في الجايد لاينز بيقولوا one of the causes of fever of unknown origin is mucormycosis، بس انا ما رضيتش اقولها. بس انا عندي عيان عنده fever of unknown origin، لا بعت له الجلاكتومنان طلع عالي، بدات له بوزاكونازول حرارته نزلت، بس ده قصه على جنب. اوتو اميون لو مريض على هاي دوز ديزيز، هل بنعمل ستيرويد بروفيلاكسس ميوكورمايكوزيس؟ مفيش جايد لاين تو ريكومند ذس، although احنا بنفكر فيها. كان اجيب بروفيلاكتيك تريتمنت، هو ده اللي انا بقوله بنفكر فيه. هاو لونج وي يوز فيتامين سي كوفيد ان افويد ميوكور؟ وليه تدي فيتامين سي؟ فيتامين سي فيلد الاستادي، مالوش لازمه، ما تديهوش. تمام. ايهما اسرع، فانجل كلتشر ولا بي سي ار؟ طبعا البي سي ار اسرع، بس لو افيلابل عندك. تغطيه عيان اكتمرا بالفيفند مش صح؟ طيب العيان اللي بياخد اكتمرا، الاكتمرا is another risk factor for development of mucor. If the patient was pulmonary mucor accompanied by toxic manifestations، اكيد ما هو العيان الكوفيد بيبقى تعبان قوي، فاكيد high ferrite is a risk factor for the result. ده اللي احنا الفيريتين، الدكتوره بتسال هل الفيريتين risk factor؟ الاجابه احنا فكرنا في كده لكن ما عندناش دليل على كده. تمام، ما عنديش. السؤال بتاع دكتور محمود حسن ده مهم جدا. طب واللاكتوفيرين؟ طيب اللاكتوفيرين ده المفروض ان هو بيزود الحديد. طب اللاكتوفيرين بقى في بيبرز اتعملت عليه ان هو سينرجيستيك في الميوكورمايكوزيس. انا مش بقول استعمله، انا بقول لك اللي انا قريته، ان اللاكتوفيرين بيموت الميوكور. طب معنى كده، فانا فكرت كده، انا قعدت ما بنامش الاسابيع اللي فاتت قاعد افكر، قلت يمكن عشان كنا بنستعمل بروفوتين والكلام الفاضي ده في الاول، دلوقتي معظم الناس بتاخد فيتامين سي لوحده فحصلت الحكايه. ده نظريات بس انا قلت اقولها لك عشان انت سالت، لكن ما كنتش هقولها الا لما انت سالت. ماشي.
البروكالسيتونين بيعلى مع الميوكورمايكوزس؟ ما اعرفش، ما اظنش، مش عارف. طيب دكتور مروان بيسال، اتفضل يا دكتور مروان عشان ما نعطلش الناس. اتفضل حضرتك يا دكتور مروان. دكتور ورمان حضرتك رافع ايدك، انا بعمل انميوت. طيب دكتوره هنيه بتسال، يعني من الافضل نلغي فيتامين سي والحديد من بروتوكول الكوفيد؟ طبعا طبعا، ما لهمش اي لازمه. طيب في اي حد عنده اي سؤال تاني ولا كده خلاص؟ طيب انا بشكر حضراتكم جدا جدا، وخلصنا في اقل من ساعه، ربنا يكرمكم. ولو في اي حاجه ان شاء الله نقدر ان احنا هنحط المحاضره على الصفحه بتاعتنا بتاعت اليوتيوب. الف شكر لحضراتكم، ولو في حد عنده اي اسئله اكيد انا تحت امركم في اي حاجه.